المختار من الأذكار للإمام النووي، جمعه ورتبه عبد الرحمن الدحيم، الناشر مكتبة الساعي بالرياض، يقرأه عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جعل في خلق السماوات والأرض آيات لأولي الألباب، والصلاة والسلام على من قال له ربه: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. أما بعد، فقد طلب الله منا أن نذكره قائلا: فاذكروني أذكركم. وحتى يتاح للجميع ذكر الله والدعاء بالمأثور، اخترت لإخواني المسلمين ما يساعدهم تحقيق الامتثال بالدعاء والابتهال، ويكون عونا للذاكرين والأوابين، من كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى، وسميته الدعاء المختار من صحيح الأذكار. لا أبتغي من ورائه إلا وجه الله، جعلني الله وإياكم من عباده المخلصين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إبراهيم محمد ابن سعيدان. فضل الذكر. يقول سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم، البقرة الآية 52. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رواه الشيخان عن أبي هريرة. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم عن سمرة ابن جندب. ما يقوله إذا استيقظ من نومه. قال صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة مكانها: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ وذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، وانحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. رواه الشيخان. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري عن حذيفة بن اليمان. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. رواه ابن السني بإسناد صحيح عن أبي هريرة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك، أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. رواه أبو داود عن عائشة. ما يقول إذا لبس ثوبه. كان صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا أو قميصا أو رداء أو عمامة يقول: اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. رواه ابن السني عن أبي سعيد. فإذا كان الثوب جديدا قال: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. ما يقول حال خروجه من بيته.
كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أصحاب السنن عن أم سلمة، وقال الترمذي: حديث صحيح. وكان يقول أيضا: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. ما يقول إذا دخل بيته؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. رواه أبو داود عن أبي مالك الأشعري. ما يقول إذا استيقظ من الليل يتهجد؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، ومحمد حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه الشيخان عن ابن عباس. عند قضاء حاجته، كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قدم رجله اليسرى قائلا: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه الشيخان عن أنس. فإذا خرج من الخلاء قدم رجله اليمنى قائلا: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. رواه أصحاب السنن. ما يقول عند الوضوء؟ كان صلى الله عليه وسلم يقول أول الوضوء: بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا فرغ منه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. رواه الترمذي عن عمر. ما يقول إذا توجه إلى المسجد؟ اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا.
عند دخول المسجد والخروج منه. روى مسلم عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي أسيد. ما يقول من سمع المؤذن؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري. والنداء هو الأذان. ويقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص. من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري عن جابر. الدعاء بعد الأذان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: سل الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. أذكار الصلاة. في الاستفتاح كان صلى الله عليه وسلم يقول بعد تكبيرة الإحرام: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. رواه مسلم عن أبي هريرة. في الركوع كان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. رواه الشيخان عن عائشة: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. رواه مسلم عن علي. في الاعتدال من الركوع: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد
وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري في السجود: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم عن عائشة: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم عن عائشة: في الجلوس بين السجدتين كان صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني. رواه أبو داود عن ابن عباس بإسناد حسن بعد التشهد الأخير: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. رواه الشيخان عن عائشة: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. رواه الشيخان عن أبي بكر الصديق عقب الصلاة: سئل صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي عن أبي أمامة وقال: حديث حسن. وكان صلى الله عليه وسلم يقول عقب الصلاة: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم عن ثوبان: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه الشيخان عن المغيرة بن شعبة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري عن سعد بن أبي وقاص. وقال صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم عن أبي هريرة. ما يقال عند الصباح والمساء. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله. رواه البخاري عن شداد بن أوس. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وأمسى قال: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة. وسأله الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر. ما يقال إذا أراد النوم واضطجع على فراشه. كان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. رواه البخاري عن حذيفة. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة: إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا ثلاثا وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين. رواه الشيخان عن علي بن أبي طالب. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. رواه الشيخان عن عائشة.
وقال صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. رواه الشيخان عن البراء: ما يقول إذا استيقظ من النوم وأراد النوم بعده. قال صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ قبلت صلاته. رواه البخاري عن عبادة بن الصامت. ما جاء في حمد الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وغيره وقال: حديث حسن. في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي عن ابن مسعود وقال: حديث حسن. رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الأذكار والدعوات للأمور العارضات. دعاء الاستخارة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال ويسمي حاجته. رواه البخاري. الدعاء عند الكرب والأمور المهمة. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. رواه الشيخان عن ابن عباس. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. رواه الترمذي عن أنس، وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. رواه أبو داود عن أبي بكرة. دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب له. رواه الترمذي عن سعد بن أبي وقاص. إذا خاف قوما. كان صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري. إذا غلبه أمر. يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم عن أبي هريرة. حسبي الله ونعم الوكيل. رواه أبو داود عن عوف بن مالك. إذا كان عليه دين عجز عنه. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي عن علي بن أبي طالب، وقال حديث حسن. ما يعوذ به الصبيان وغيرهم. كان صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. رواه البخاري عن ابن عباس. إذا عرض له شيطان أو خافه. قال تعالى
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثة، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة ثلاث مرات، فاستأخر. ثم أردت أن آخذه، ووالله لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا تلعب به ولدان أهل المدينة. رواه مسلم. ودعوة سليمان هي قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. أذكار المرض والموت وما يتعلق بهما، ما يقوله المريض وما يقال عنده. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. قالت عائشة فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. رواه الشيخان عن عائشة. وكان صلى الله عليه وسلم يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. رواه الشيخان عن عائشة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لمن به وجع ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم عن عثمان بن أبي العاص. كراهية تمني الموت لضر وقع به. قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. رواه الشيخان عن أنس. ما يقوله من أيس من حياته. عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. رواه الترمذي وابن ماجه. اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. رواه الشيخان عن عائشة. ما يقوله بعد تغميض الميت. اللهم اغفر له، يذكر اسمه، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه الغابرين،
واغفر لنا وله يا رب العالمين. وأفسح له في قبره ونور له فيه. رواه مسلم عن أم سلمة: ما يقوله من مات له ميت؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. رواه مسلم عن أم سلمة. الدعاء للميت في الصلاة عليه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. رواه مسلم عن عوف بن مالك: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة: ما يقوله بعد الدفن؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود والبيهقي عن عثمان بإسناد حسن. ما يقوله زائر القبور؟ كان صلى الله عليه وسلم يقول عند زيارة القبور: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منكم ومنا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. رواه مسلم عن عائشة: أذكار الكسوف. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله تعالى وكبروا وتصدقوا. رواه الشيخان عن عائشة. وفي رواية: فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. أذكار الاستسقاء. كان صلى الله عليه وسلم يقول في الاستسقاء: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل
رواه أبو داود بإسناد صحيح عن جابر. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. رواه أبو داود بإسناد صحيح عن عمرو بن العاص. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. رواه أبو داود بإسناد جيد عن عائشة. ما يقول إذا هاجت الريح؟ اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. رواه مسلم عن عائشة. اللهم إني أعوذ بك من شرها، فإن مطر قال اللهم صيبا هنيئا. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة. اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. رواه الشافعي عن ابن عباس. ما يقول عند سماع الرعد؟ سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن الزبير. ما يقول عند نزول المطر؟ كان صلى الله عليه وسلم يقول: اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. رواه الشافعي في الأم. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى المطر: اللهم صيبا نافعا. رواه البخاري عن عائشة. فإذا خيف الضرر قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ونبات الشجر. رواه الشيخان عن أنس. والآكام التراب المجتمع، والضراب الجبال الصغيرة المنبسطة. في أذكار الصوم قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. فإذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. رواه أبو داود مرسلا. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. رواه ابن ماجه وابن السني عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ما يدعو به إذا صادف ليلة القدر؟ سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله،
إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه النسائي وابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. أذكار السفر. كان صلى الله عليه وسلم إذا ركب دابته قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. فإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون. رواه مسلم عن ابن عمر. إذا خاف ناسا أو غيرهم: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي موسى. أذكار الطعام والشراب. التسمية عند الأكل والشرب. قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن سلمة: سم الله وكل بيمينك. رواه الشيخان. وقال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخرة. رواه أبو داود والترمذي عن عائشة وقال: حديث صحيح. ما يقول إذا فرغ من طعام: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن معاذ بن أنس: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. رواه مسلم عن المقداد. أذكار النكاح. ما يقال للزوج بعد عقد النكاح: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ما يقول إذا دخل على زوجته ليلة الزفاف: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. رواه أبو داود وابن ماجه بأسانيد صحيحة عن عمرو بن العاص. ما يقال عند الجماع: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. رواه الشيخان عن ابن عباس. أذكار متفرقة. ما يقول عند سماع صياح الديك ونهيق الحمار ونباح الكلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نهاق الحمير
فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. وإذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. رواه البخاري عن أبي هريرة. إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله فإنهم يرين ما لا ترون. رواه أبو داود عن جابر عند القيام من المجلس: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ما يقول إذا رأى مبتلا بمرض: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. رواه الترمذي عن أبي هريرة وقال حديث حسن. ما يقول إذا دخل السوق: اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. رواه الحاكم عن بريدة. ماذا يقول إذا رأى ما يحب وما يكره؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. رواه ابن ماجه وابن السني بإسناد جيد عن عائشة. انتهى كتاب المختار من الأذكار للإمام النووي.